لديه بصمات كبيرة في مجالات المسؤولية المجتمعية. إنه المهندس أحمد قطب، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، الذي كان من بين الأسماء التي رشحها الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020. أحمد قطب هو رجل ورائد أعمال، حصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الهندسية، أسس 8 شركات ناجحة في المجال الصناعة والتجارة منذ عام 2004، يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطب القابضة للاستثمار، والتي يندرج تحت مظلتها مجموعة من الشركات، وهي شركة يونيفيرسل وشركة كيان للاستثمار العقاري ودان للتطوير العقاري وإي بي سي ميديا للإنتاج الإعلامي وبلاك هورس لريادة الأعمال. لديه بصمات كبيرة في مجالات المسؤولية المجتمعية، حيث يترأس مؤسسة قطب للتنمية المجتمعية التي تقدم الدعم الكامل ماديا ومعنويا، بالإضافة إلى أنه مؤسس مبادرة التفاؤل التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتدعم الشباب للتدريب وإعادة التدريب وللتأهيل والتوظيف. أحمد قطب عضو في جمعية رجال الأعمال المصريين منذ عام 2010، وعضو في الجمعية المصرية الأمريكية منذ عام 2008، وعضو في غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية.